فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هذا لبيان الغاية، لأنه تعليل لهذا الرد. فالله سبحانه وتعالى يريد من هذا الرد أن يقر عين هذه الأم. وقد تقدم أن قرار العين بمعنى السكون، وهو يفيد أن العين تسكن حين يطمئن القلب وينتشي بالسعادة، ويفهم منه أن العين لا تسكن إذا وجد فيها خوف أو قلق. والمولى سبحانه وتعالى هنا يشرف أم موسى بأن يوجه إليها هذا الفعل من لدنه سبحانه. أي قدر لبشر، فأي قدر لبشر خلق من تراب أن يعتني الله تعالى به هذا الاعتناء ويقدره هذا التقدير، فيكون له هذا الاهتمام من الله تعالى نفسه. فهنا بيان لما تقدم من وعد الله تعالى لأم موسى عليه السلام، وأنه قد تحقق. ولعل هذا هو السر في التعبير بالرد هنا، مع أنه في سورة طه عبر بالرجع، أو في غيرها أيضا فرجعناه أو فرجعناك، لكن هنا فرددناه ليتناسب مع وعد الله تعالى الذي جاء في لفظه إنا رادوه إليك. فالمولى سبحانه وتعالى يرد هذا الطفل الضعيف إلى أمه لأجل أن يزيل عنها كل هم وكل قلق. ما قيمة هذه المرأة عند الله عز وجل من بين ملايين أو مليارات البشر أو المخلوقات، حتى يختصها بهذه العناية كي تقر عينها، ليكون لعينها قدر عند الله عز وجل حتى تقر، فيصرف لها هذه التصريفات جميعا ليتحقق هذا المراد، مما يدل على عظمة الله عز وجل ورحمته، وأنه سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، فهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، ورحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء.